اهلا بكم مع مهند من بن حوده للسيارات 050-516-3525. اليوم جبنا لكم السياره التي طال انتظارها، الشيفروليه سيلفرادو ال تي الزد 71، وادي مفتاحها زي ما انتم شايفين، وده شكلها الجديد، ويلا بينا نشوف مواصفاتها من الداخل. وزي ما انتم شايفين ده شكل الماكينه الفي 8، ده شغل السلندرات الديناميك ما شاء الله. شوفها مرة تانية، ده أول مرة بنشوفه، أو مش أول مرة، احنا شفناه فعليا على التاهو على السيلفرادو الجديد، وده شكل مفتاح الزي 71 ال تي موديل 22 الفيس ليفت، بتغييرات كبيرة جدا تمت عليها زي ما انتم شايفين. الفيس ليفت يعني شبك أعرض، كله بيانو بلاك وعليه كروم، وطبعا شعار الشيفروليه باللون الذهبي المعروف. نشوف قياس التواير، حتى فيه هنا شويه تفاصيل زي ما شايفين، علامه الشيفروليه موجوده على الليت الجانبي، كل ده عشان ديناميكيه جسم السياره على الديزاين اللي على الجريل الامامي. في كاميرا اماميه وهنحكي لكم شويه عن التفاصيل الداخليه. تعالوا نجرب نفتح نشوف ايه اللي هيحصل في الإضاءة لو حصل فيها حاجة. اوكي، ايوه الحركة دي شفتوها، الانيميشن ده تمام. طيب نشوف قياس التواير، تواير من نوع جودير 265/65/18. جودير تمام. اللون اللي قدامنا ده هو الرمادي المعدني، اسمه شادو جراي، اش جراي، اسمه اش جراي. الاش جراي ده لون جديد، درجه جديده من الرمادي المعدني. الانترنا الطويل جدا بتاعنا، السسبنشن زي 71، مرايات عليها الاضاءه ال LED، كاميرات، نقاط عمي على المرايات، دخول ذكي على الابواب، الواي فاي والاون ستار. ده الشكل الداخلي، تخشيب، ده شكل الباب من الداخل، ستيتشنج، سماعات بالاطار الكروم. ده شكل الداشبورد، ده هنا بتفتح عميقة، في واحدة تانية كمان الأساسية. السيارة اللي قدامنا دي طبعا بتكون الكراسي بتاعتها قماش مخمل، الاير باكس طبعا فيها، كرسي الجنب السايق بيكون مانيوال، في تخشيب هنا عند الكونسول، والجير الأرضي الجديد السادة، وفيها تخزين يو اس بي طبعا، ويو اس بي تايب سي، وشاحن لسلك للتليفون. تعالوا نشوف كمان من الخلف، بعدين ندخل السيارة نشوف فيها ايه من الداخل. طيب الأرضية هنا رابر، في الايسوفيكس للكراسي الأطفال بيبي سيت، قاعدة السيت بتترفع طبعا عشان تدينا مساحة للتخزين، جزئين أو قطعتين، المكيف الخلفي، وطبعا فتحات وصلات لليو اس بي واليو اس بي تايب سي، كاب هولدر، الإضاءة ال اي دي داخلية. ونشوف باقي السيارة من الخلف، ريش ده مهم جدا للتحميل، سسبنشن رانشو، ده شكل الإضاءة من الخلف تمام. دول اكزوست
ظاهرين قدامنا على الحمية الكروم، باب بيتفتح بالريموت زي ما احنا عارفين، هو بيتفتح قطعتين. عشان نقدر نطلع عليه. ستوب لايت ورا. إضاءة LED كمان على الصندوق وداخل الصندوق على الجهتين. ومخارج للكهرباء تستخدم في البر. ننزل نشوف في هنا الزوايا كمان نقدر نطلع عليها عشان تسهل الصعود والنزول. غطى التانك، هو تانك واحد بس. تمام. واستهلاك البترول اللتر الواحد يمشي في حدود 10 كيلو. تعال نشوفها بقى من الداخل عند السائق. تحكم فول اوتوماتيك، الاوف رود، الهاند بريك الاوتوماتيك، بيانو بلاك على الداشبورد. ده شكل الستيرنج الجديد. كرسي السايق اوتوماتيك. نطلع ونشوف. بسم الله. دي الرسالة الترحيبية طبعا، انا سيبها شغالة عشان تشوفوها. Z71 تعالوا نشغلها. بوش ستارت هنا. طبعا عليها جوجل اكاونت زي ما شايفين، والتحكم كامل في الشاشة. نقدر نغير شكل الشاشة. عندنا الكروز كنترول، التنبيه التصادم الامامي. عندنا ايه كمان؟ بينبهك ان الدبة مفتوحة. اوكي. في هنا تنبيه التصادم الامامي بيظهر هنا على الاضاءة الحمراء، بتظهر على الازاز الامامي. وفي البدلات للشفت. لو هنستخدم الجير الارضي على ال مود طبعا، بس هنا البي ده بيفك الجير. هي بس ضغطة واحدة فقط وبتتحرك السيارة. وان لقدام طبعا الريفرس او الريوس، نضع الضغطة كاملة. تطلع لنا هنا بقى الخمس كاميرات. انا فتح الدبة الخلفية زي ما انتم شايفين. الخمس كاميرات لو في حد معدي قدامك، او سوري هم اربع كاميرات فعليا مش خمسة، اربع كاميرات محيطية 360. اربع كاميرات محيطية 360. تمام. اوكي. ده الجوجل اكاونت. وهنا عداد الديجيتال نتحكم في اللي احنا عايزين نعرضه عليه. تمام. اطارات، ضغط الاطارات بيظهر عندنا هنا. الرادار الامامي طبعا نتحكم في اللاي اوت او اللي هو شكل العداد المعروض. تمام. ديجيتال كمان كلين. في كذا مود بتختاره طبعا، تعمل يعني الشكل الشخص اللي بيريحك. يعني تتحكم في القيادة، تخليها تو ويل درايف او اول ويل درايف او 4x4 زي ما تحب. تمام. المودز كلها بتظهر هنا والتحكم فيها كامل سهل بالنسبة للسائق. في هنا التخشيب كمان على التابلو او الداشبورد. مساعد الانزلاق. السيارة فيها التشغيل وفصل الماكينة عند الإشارات. تقدر تفصل الخاصية. فيها طبعا معنى الانزلاق، الأربع إشارات، فتح وقفل الدبة، التنبيه الحارات، وفصل الإيرباجز قبل الدخول على البر أو في الرمل. تمام. عندنا كمان خدمة الأون ستار أكيد موجودة. السيارة بيطلع منها واي فاي، وبتتحكم في الباقات اللي هتشترك عليها. الباقة اللي تناسبك تختارها. هنا ده المكيف والتحكم في المكيف، المكيف الخلفي كمان. نشوف
اللي على الشاشه الاوديو مابس. طبعا لو حطينا الجوجل اكاونت هيطلع لنا الجوجل مابس بلاي ستور والكاميرا. الكاميرا طبعا اختار تعرض اللي انت عايزه. انا بس فاتح الدبه الخلفيه ودي كاميرا بتوريك الصندوق الخلفي. انا بس عشان فاتحها فمش هتبين. بس دي الكاميرات المحيطيه 360. السياره طبعا 5.3 V8 355 حصان و10 سرعات اوتوماتيك. وشغل السلندرات هو دايناميك فيول مانجمنت، يعني السياره بتفتح شغلها من سلندرين اتنين فقط، بقيه السلندرات بتكون حره ودايناميك، تفتح وتقفل حسب الحاجه فقط عشان توفر البترول. يعني انا لو ماشي على سرعه 60 70 80 هي مش محتاجه الثمانيه سلندر كلهم يفتحوا مره واحده، هي بتحدد امتى تفتح وتقفل السلندرات بدون تدخل من السائق طبعا، والسائق فعليا ما بيحسش بيها غير في جيبه. الفيس ليفت مره تانية، وانا هوريكم الشكل الاولي عشان تقارنوا. موديل 22 الدفعه الاولى اللي نزلت كان ده شكلها. الشبك اصغر شويه، مفيش فيه الانيميشن هنا. زد 71 وكله تمام، وواي فاي وون ستار وكله تمام، بس الشاشه اصغر. والجير كان 8 غيار في الفئه دي، وطبعا جير علاجي. ودي كان رنجاتها نازلة 20 اخر دفعة قبل التغيير. من الخلف تعتبر شبهها كتير، مش بعيدة عنها خالص. وكل ما عليكم فعله الاتصال على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابوظبي والعين. واهلا بكم.